بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 76 كذا، صحيح، في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين في أبواب الفضائل فيما جاء في أحكام وفضائل صوم رمضان. نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا الباب في أحاديثه، وهذا أولها، في أحكام السحور. وعندنا سحور وسحور، فأما السحور فهو ما يتسحر به، فأما السحور وقت السحر، والسحور ما يتسحر به كالوضو والوضو. فالوضو ما يتوضأ به، والوضو الوضو الفعل، والوضو ما يتوضأ به. والسحور هو أكلة السحر التي يستعين بها الصائم على صيامه، وأضيفت إلى السحور لأن الوقت وقت السحر، هذا الوقت الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر. ويستحب تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، ودليل ذلك في استحباب تأخيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الأكل الذي في هذا الوقت، وتسحروا أمر خرج مخرج الإرشاد، فدل على الاستحباب، وهو استحباب متأكد كما يأتي في حديث أنس عن زيد بن ثابت. ما هي البركة في السحور؟ جاءت البركة في أنواع عديدة، أولها الامتثال لإرشاده عليه الصلاة والسلام ولأمره. ثانيها أن هذا فرق وفصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب قبلنا في أكلة السحر. ثالثها أنه يقوم في هذا الوقت الفاضل والذي فيه دعاء الله جل وعلا دعاء حري بالجواب لأنه في الثلث الأخير. رابعها أنه يدرك في هذا الوقت الاستغفار الذي هو أفضل العبادات في السحر، فإن الاستغفار وصف الله به أولياءه، وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار، فهي أشرف عبادة في هذا الوقت، ولأن الاستغفار طلب مغفرة ففيه دعاء. وفيه أيضا من البركات أنه يستعين بهذا القيام في هذا الوقت على أداء الصلاة في وقتها. حط المسواك في مخباتك، يستعين في أداء الصلاة على وقتها نشيطا غير كسلان ولا خملان. ومن البركات أيضا أنه يستعين بهذا السحور على طول الصيام ومشقته لمن كان يتعب أو يطول عليه النهار، فهذا شيء من البركات. وأعظمها طاعة الله ورسوله وما فيها من الفضلات من الأمور الفاضلة والمكرمات. نعم، أحسن الله عليك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. حديث زيد بن ثابت يرويه عنه أنس رضي الله عنه كما مر في البلوغ، في حديث البلوغ والعمدة،
روى أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: زيد تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية. فدل الحديث على ما دل عليه سابقه من استحباب تأخير السحور، هذا المستحب، وقد توارد الناس على تقديمه، يتعازمون على السحور الساعة 11 بالليل، الساعة 12، والمصيف منهم الساعة 1. وكل هؤلاء خالفوا السنة، خالفوا هذه السنة، فإن السنة هي فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، تسحر وحده وتسحر ومعه أصحابه، يعني بدعوة وفرادى. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فسأل أنس زيدا رضي الله عنهما: كم كان بين سحوركم، يعني أكلكم السحور، وقيامكم إلى الصلاة؟ قال: قدر قراءة 50 آية. لأن القوم أهل قرآن فيحسبون بالقرآن طولا وقصرا، ومن حسابهم في القرآن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رمية الجمرة الأولى ودعا بعدها، والثانية ودعا بعدها نحوا من قراءة سورة البقرة، إشارة إلى التطويل. ففيه أن القوم يحسبون أوقاتهم بالقرآن لأنهم أهله، وهو هجيراهم رضي الله عنه. وقراءة 50 آية يسيرة، يعني من 5 إلى 6 دقائق، فيه أنه يؤخر السحور إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم. وكان إلى عهد ليس بالبعيد في تقاويم الناس في رمضان تقويمان: تقويم إمساك وتقويم طلوع الفجر. ما الإمساك؟ مدة يسيرة حول 10 إلى ربع ساعة قبل أذان الفجر، احتياط من العلماء ومن الناس للعبادة، يحتاطون لها ابتداء كما يتأكدون فيها انتهاء، وإنما المعتبر هو طلوع الفجر. والآن يأتي من يفتي ممن ليس أهلا للفتوى بأن لك أن تشرب حتى ينتهي المؤذن، وينسبون ذلك إلى مشايخنا، وهذا غلط، هذا غلط وفهم ليس صحيحا لقول أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم قدحه، برواية إناؤه، فليقضي منه نهمته. ما هو بيروح يدور الماء والمؤذن يؤذن، لا، القدح والكاس والطاسة واسحل بيدك، اقضي منها نهمتك، لا أنه إلى قول لا إله إلا الله. فإن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر وهذا ما زال يشرب حتى فرغ من الأذان، فقد أفطر ذلك اليوم، وعليه أن يعيد صومه ويتوب إلى ربه. فدل الحديث على تأخر سحوره عليه الصلاة والسلام، ودل على حرص السلف من الصحابة على الاقتداء وحسن الاهتداء بهديه والاقتفاء لسنة صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم وبحثهم، فإن فائدة العلم العمل به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر
بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان يؤذنان، أحدهما مبصر وهو بلال بن أبي رباح، والآخر كفيف وهو عبد الله ابن أم مكتوم، وكان كثيرا ما ينيبه النبي عنه ويستخلفه على المدينة، وهو من أهل القرآن. كان بلال يؤذن بليل، اللي تسمونه الآن بالأذان إيش؟ الأول. يؤذن بليل فيقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، فإن بلالا يؤذن بليل. وفائدة الأذان الأول أنه يرد الغافل، أي بالنوم والنعاس أو بالسواليف، ينبه الغافل ويرد القائم الذي يصلي، ينتبه أنه أزف الفجر على ظهوره والسحور في آخره، فيفرغ من صلاته ويستغفر ربه. وإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، معنى أصبحت طلع الصبح، وطلوع الصبح ما هو طلوع الشمس إنما طلوع الفجر، وسمي الفجر فجرا لانفجاره لأنه يستطيل من ناحية المشرق شمالا وجنوبا، فسمي فجرا وهو الصبح، وهو الخيط الأبيض الذي يتبين من الخيط الأسود. الخيط الأسود ظلمة الليل، والخيط الأبيض هو نور وبياض الصبح. كفيف لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيه جواز اتخاذ المؤذنين إيش؟ أكفاء ولا أكفاء؟ ها؟ أكفاء، أكفاء جمع كفو، وأكفاء جمع كفيف، وهذا غلط شائع. هؤلاء أكفاء، لا والله ما هو بأكفاء اللي يشوفون، لكن يبي يقول أكفاء وراح شددها. ففيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى خلافا لما ذكره الحنابلة رحمهم الله. والحنابلة قالوا في المؤذن يكون بصيرا ليعرف الوقت، فإن كان عنده من يعرفه إياه فهذا سائغ اتخاذ المؤذن كفيفا. كم كان بين الأذانين؟ بينهما مدة يسيرة، قدر ما يرقى هذا وينزل هذا. وين يرقى وين ينزل؟ ها؟ المئذنة، ما عند النبي مآذن ولا مناير ولا حطب الجامع أربعة مناير عليه الصلاة والسلام. ها؟ ها؟ يرقى على سطح المسجد ليبلغ صوته وينتشر. يرقى هذا وينزل هذا، وش يرقى عليه؟ على سلم، ما هو على درج. فبينهما يسيرا، فإذا جعل ولي الأمر في تنظيمه بين الأذان الأول والثاني ساعة أو ساعة لا ربع، فيخضع إلى تنظيمه، لأن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح. والمآذن والمحاريب في المساجد أصح أقوال العلماء أنها جائزة، وأنها من المصالح المرسلة، لأنه بالمئذنة يعرف الجامع ويفرق بينه وبين القصر والبيت والكنيسة والسوق والمحطة، والمحراب يعرف به إيش؟ اتجاه القبلة. ولكن الذي أنبه عليه أنه أصبح العوام يتنافسون في المآذن ويتكلفون فيها، ومئذنة واحدة تقيم جامعا بوحدها، فهذا من تشييد المساجد الذي نهينا عنه ويكثر في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء عند مسلم: لا تقوم الساعة
حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا. وتكثير المآذن قد يكون من المباهات، قد يكون من المباهات، فينتبه لهذا الأمر. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله الزهري رضي الله عنه، وقال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل، أي فرق، العلامة الفارقة الفاصلة بين صومنا وصوم أهل الكتاب. وأهل الكتاب في العموم هم كل من كان على دينة نبي له شرع منزل خرج به من ليسوا أهل الكتاب وهم الوثنيون، ولو كانوا محرفين يقال لهم أهل الكتاب، لأن أصل دينهم كتابي نزل من السماء. والمراد بهم خصوصا ها هنا اليهود والنصارى، وهذا كما سبق مشمول في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال صلى الله عليه وسلم ها هنا: فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب في رواية قبلنا أكلة السحر. أكلة اسم مرة، وتطلق على اسم قلة، أي ولو فرد التمرة ولو مجة من ماء أو جغمة من لبن أو فنجال قهوة، كلها مشمولة في قوله أكلة السحر. ولهذا احرص على هذه السنة، ولو أن تضع عند رأسك تمرا، خصوصا إخواننا أهل السكر لينخفض سكرهم، عند رأسه تمرة يستعين بها بأن تكون فردة عند سحوره إذا قام، أو عند انخفاض ماذا؟ سكره وحاجته إليها. وبأكله هذه الأكلة يدرك هذه الفضيلة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. اشتمل هذا الباب على مسائل: تعجيل الفطر وفضله وما يفطر عليه. ذكر هذه المسائل الثلاث وسيدلل لها. بدأ أولا في تعجيله، فذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والخيرية ها هنا خيرية السنة والعدل والقصد والخيار. كيف خيرية السنة؟ لأنه فعله عليه الصلاة والسلام وحثه لنا بقوله. كيف العدل والخيار؟ العدل والخيار لما شرع الله لنا الصوم لم يشرع لنا أن نتشدد فيه فنطيله إلى الليل. مجرد ما تغيب الشمس وتسقط كلها في الأفق استحب لك الفطر. عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ فإن عندك شيء باشر الفطر، ما عندك شيء انوي الفطر، تصيب بهذا الخيرية وموافقة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ووجهها من حيث النظر أن الله شرع لنا الصوم، فلما انتهى وقفنا إلى حيث ما شرع، لا نتزيد، لأن التزيد ذريعة وباب الغلو الذي نهانا الله ونهى من قبلنا عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو والشو زود زيادة ومجاوزة الحد الشرعي. والعوام يقول عندنا إن الزود أخو إيش؟ أخو النقص. كما أن من زاد شأنه شأن من نقص.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وسيأتي له باب. لماذا نهى عن الوصال؟ لأن الوصال زيادة في العبادة لم يشرعها الله، وإنما شرع الله لنا عبادات وحد لها حدود، لا تقصر عن هذا الحد ولا تتجاوزه. ولاحظوا في الأحكام، في جل الأحكام تختم بقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله. وكره في الوصال أن يواصل إلى نصف الليل، هذا جائز لكن مع الكراهة. طيب نبينا يواصل، نبينا يشرع له ما لا يشرع لنا، فهو مخصوص بأنواع من العبادات، فرض الله عليه ما لم يفرض لنا علينا كالوصال وكوجوب قيام الليل، وأجاز الله له ما لم يجز لنا كأن يزيد على كم في النساء؟ على 4، ونساؤه لا ينكحن من بعده صلى الله عليه وسلم، لا من طلقها ولا من مات عنها، فأما من مات عنها فالإجماع، وأما من طلقها فمحل خلاف. وحرم الله عليه ما لم يحرم علينا كالزكاة، فإنها لا تليق ولا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرفه ولا لأهل بيته. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، دل على أنهم إذا أخروا الفطر وعجلوا السحور وقعوا في الخيرية ولا في ضدها؟ في ضدها. والشيء لا يأتي جميعا، إنما شيء بشيء. بدأ الناس في تعجيل السحور، ولا يبعد أن يأتي وقت يؤخرون الفطر. وأهل البدع من الروافض وقبلهم اليهود لا يفطرون إذا صاموا حتى تتشابك النجوم، يسمون نجمة المغرب، إذا ظهرت أفطروا، وهذا فيه ضد هذه الخيرية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عنوان للأمة وخلاف لسنته. وسيأتي حديث انزل فاجدح لنا. نعم. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومشروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مشروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. اللهم صل. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. هذا الحديث فيه فقه وعلم. يرويه أبو عطية أنه دخل هو ومسروق، وهو ابن الأجدع من سادات التابعين، دخلوا على عائشة، بينها وبين الناس ستر، دخلوا عليها يسألونها، يستفتونها، يتلقون ويحملون العلم عنها رضي الله عنها. وفيه فضلها، فهي الحاكمة فيما يختلف فيه الصحابة. كم اختلف أبو هريرة وابن مسعود، أبو هريرة وابن عمر، المسور بن مخرمة وابن عباس، يختلفون فيرجعون إلى عائشة فتقضي بينهم هذا الخلاف. وش يدل هذا عليه؟ على علمها وفقهها رضي الله عنها. وهذا العلم والفقه نشأ من طول ملازمتها للنبي عليه الصلاة والسلام وعقلها وفهمها عنه. فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يألوان عن الخير، أي لا يقصران، مجتهدان في الخير، أحدهما يعجل الفطر إن كان صائما، ويعجل الصلاة. وش صلاته؟ صلاة الظهر، صح؟ ها؟ ولا العصر؟ المغرب؟ وش جاب طاري المغرب؟ أودك بالفطور أنت؟ أي عطشان تبي تفطر؟ أي صلاة؟
المغرب. صلاة المغرب لأنها هي التي إثرى الإفطار الفطور، وآخر يؤخر الفطور ويؤخر الصلاة. فسألت من الذي يعجل الإفطار والصلاة؟ فقالوا عبد الله، وإذا أطلق عبد الله من الصحابة فهو ابن مسعود، لأن العبادلة الأربعة الصغار هم كالتالي: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. هؤلاء العبادلة الأربعة الصغار من الصحابة سنا، وما فيهم صغير قدرا رضي الله عنهم. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ويفعل، يعجل الفطر ويعجل الصلاة. وصلاة المغرب لأن وقتها قصير، كان عليه الصلاة والسلام يبادر إليها من أول وقتها، بدليل أنه كان يفرغ من الصلاة وإن أحدهم ليرى موضع نبله إذا رماه، يرى موضع نبله، إذا دل على أنه في سفر وفي نور. متى يستحب تأخير صلاة المغرب؟ إذا كان لعارض عرض على الناس فيؤخرونه، أو للاجتماع للجماعة أن تجتمع فيؤخرونه. وأنتم الآن في فطاركم تحطون كلش على السفرة فتتأخرون في الصلاة، وهذا خلاف للسنة. وكان آباؤكم على غير ما أنتم عليه، ولا لا؟ كانوا إنما يأكلون تمرا ويشربون معه قهوة وماء ثم يقومون إلى الصلاة، فإذا صلوا رجعوا وتعشوا، مو بذا الفعل؟ صحيح. ولهذا لما تأخرت الصلاة جاءت المساجد والناس فيها بأرواح طعامهم يتاغرون، أي يسابقون على الأكل. فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لا إله إلا الله، هذا فضل آخر، فضل عظيم على تعجيل الفطر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأنه امتثل أمر الله واستقام على هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف أيضا أعداء الله المبدلين المحدثين المغيرين شرع الله. فأحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. متى تعجل؟ فإن كنت ترى الشمس في البر في الخلاء فإذا غاب القرص أفطر. أذن جوالك ولا ما أذن؟ سمعت مؤذن أو لم تسمعه؟ وإن كنت في الحواضر والمدن والقرى فبسماع المؤذن ما لم يكن واهما. ويؤيد المؤذن الآن التطبيقات والأوقات تقويمات، فيبادر إلى الإفطار ولا يتأخر. وقد رأينا من الموسوسين الذي بدأ بهم هذا الداء إلى أن وصلوا للغلو إلى أن انتكسوا، يقول: لا، أنا مفطر حتى يقول لا إله إلا الله، يظن هذا طوع وأنها قربة، وهو في الحقيقة وقع في ماذا؟ في البدعة، لأنه خالف محبوب الله وما حث ورغب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء إنما الشر إنما يأتي شيئا فشيئا، والبدعة والغلو يدبي شوي شوي إن لم تتقمه أولا بالعلم وبالسنة،
كما سبق لهذا نظائر. فأعجلهم فطرا أي من حين حل الفطر لهم فعلهم محبوب إلى الله، وبالتالي بفعلهم المحبوب صاروا محبوبين إلى الله. وفيه أن الله يحب من شاء ويبغض من شاء، والحب والبغض من صفات أفعاله المرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من أحبابه وأوليائه، وأجارنا وأعاذنا أن نكون من أهل سخطه وغضبه وبغضه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول، أعد، وعن عمر بن الخطاب لا وعن عمر ابني، عمر ممنوع من الصرف، وابني بدل من المجرور فتبقى على جرها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. اتفق عليه. هذا حديث جليل، حديث عمر أبي حفص ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث قصة، فإنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانوا صائمين، إذن فيه جواز ومشروعية إيش؟ الصوم في السفر. فقال لأحد أصحابه، انزل فاجدح لنا. وش الجدح؟ يغرف ايش؟ لا ما انت بعارفينه، خاب. لا ما قال انزل فازعب لنا، انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا. مريسه، مريس. هذا علم به بني مريسان. لا ما هو ذا الجدح، الجدح خلط الماء بالسويق، خلط الماء بالسويق هو الجدح. فقال الرجل الصحابي، النهار يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا. ثم قال، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن إفطار الصائم يشمل أمرين، علمه يمكن ينتبه مع التعليم. قال انزل فاجدح لنا، قال النهار يا رسول الله، قال إذا غربت الشمس منها هنا وأدبر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. ومعنى قوله فقد أفطر الصائم يشتمل على أمرين. الأمر الأول أنه حل وقت فطره، والمعنى الثاني أنه أفطر حكما، وده أكل ولا ما وده ما أكل، لأنه انتهى وقت صيامه. ولهذا قد يمر بك ظرف، تكون في السيارة طردي بهالشوارع وهالزحمات وهالبواري، تنك مسبوق ومطرود، أذن عليك المؤذن
تدرك السنة، مثلا عندك شيء اطعمه، إن لم يكن عندك شيء فنوي الفطرة، فإن من نوى الفطرة أفطر. حتى في نهار الصيام إذا نوى الفطر فإنه قد أفطر حكما، والنية أي عزم على الفطر لا مجرد حديث نفس وعارض. نعم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء. صار السويق ولا الأقط؟ خلط الماء بالتمر ولا بالأقط؟ خلطه بالسويق، هذا الجدح. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر لما كان مستغربا عندهم كرر عليه الأمر 3 مرات، وفيه امتثالهم رضي الله عنهم، وأن مرادة ولي الأمر على أمره تنقص الانقياد واتباع أمره. ثم بيّن العلة عليه الصلاة والسلام ليكون هذا تشريعا لأمته، إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس، وغربت الشمس تأكيد، فقد أفطر الصائم. نقف على هذا الباب. ها، باقي شيء؟ بقي حديثان. اي نعم، اعطني اياه. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث سلمان بن عامر الضبي من بني ضبه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وفيه فضيلة التمر أن يبدأ الصائم بفطره عليه، فهو أولا طعام العرب، وهو ثانيا بركة، وهو ثالثا أسهل في دخوله إلى الجوف وامتصاص الجوف له بعد خلوه من الطعام هذه المدة الطويلة. والتمر بركة، وبيت لا تمر فيه جياع أهله جياع أهله، كذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهل هو جياع لأنهم لم يطعموا؟ محتمل. أو دعاء عليهم بالجوع؟ محتمل. ولكن التمر هو السقمة، إلى عهد قريب قبل أن تتسع علينا الدنيا سقمة الناس هو في هذا التمر، منها قوتهم. وأفضل ما يكون في الرطب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات من غير عدد لها. نعم، الأفضل 7 كما كان يستصبح بها ويحث أمته على أن يستصبحوا 7. فإن لم يتيسر رطبات في غير وقت المخراف وقت المقيض فعلى تمرات، والتمرات تشمل التمر المجفف والتمر المكبوس المضغوط المكنوز، هذا يسمى تمر وهذا يسمى تمر. فإن لم يجد، إذن تأتيه أحوال لا يجد حتى التمر، فيحسو حسيات من ماء. قال: فإنه طهور، أي يطهر الله عز وجل به جوفه بعدما أبطأ من الطعام. وفيه أيضا أنه
ما جاء أنه يفطر على لبن عليه الصلاة والسلام، لكن كان يحب اللبن، كان يحبه. فاستحسان من استحسنه من أهل العلم لأنه يحبه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء له جبريل بقدحين، قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، ووضعهما أمامه وسكت، فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فأخذ اللبن فقال: هديت للفطرة. وفي رواية: هديت وأمتك للفطرة. ولما أتي له بطعام وأكل منه حمد الله وقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا، اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه. ولما جيء له باللبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، دل على أنه من خير الطعام. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. باقي شيء ولا نجيب فقط الحديث الأخير أنس؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. تأتيه أوقات لا يجد حتى التمر عليه الصلاة والسلام. ومرنا حديث عائشة لما طرقت عليها المرأة: وليس في بيت رسول الله إلا 3 فردات تمر، أشرف بيت وأكرمه على هذه البسيطة. فدل على أنه يأتيه نقص عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم عباد الله وخير من وطئت قدماه البسيطة. يأتيه وقت ما عنده إلا ماء يفطر به. ففي هذا الاستحباب أن يبدأ بالرطب إن تيسر، وإلا ففي التمر، وإلا ففي الماء، والترتيب بينها ترتيب استحبابي. وينبغي أن يتعود عليه الناس في سفرهم وأنتم مع أولادكم وأهليكم على الإفطار، ما هو مباشرة للسمبوسة ولا الحلا، لا، عودوا عيالكم وأهليكم على البدء بالتمرة لتتعلق بها نفوسهم كما تعلقت بها نفوسكم أنتم يوم عودكم أهلكم على ذلك، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الماضية التي تثبت بالعمل بها. وتذهب هذه السنن بالعلم بها وعدم العمل بها إلى أن تخلفها البدع والمحدثات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ورضا منك ومرضاة لا يتبعها سخط يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم. استغفر الله العظيم. في شيء الأخوان؟ سم ما اسمعك. أي من اللي متقدم؟ أي ما يخالف، أفطر معه إذا تقدم المؤذن على تطبيقات اللي في الجوالات نص دقيقة ونحوها أفطر معه، لأن التقويم فيه احتياط في المغرب رصدناه، فيه احتياط، والشارع حثك على المبادرة والتعجيل بالفطر، فبادر إليه. نعم. سم ذكر فعل مبني للمجهول. يا حبكم للتشكيكات. الفجر زين ما فيه إلا العافية. الفجر وقتها منضبط، لا تشككون ولا تقبلون التشكيك. وهذا الأمر متعلق بالسلطان، ما هو متعلق بالناس، لكن الناس مع الفراغ يحبون يشككون في كلش. نعم. سم بالنسبة
يسأل أخونا يقول فيه الناس إذا بدأ بالتمرة فإنه يغمسها بزبادي أو بالقشطة. لا، الأفضل برغوة الحليب. أبجاوبك لكن الأفضل أن تكون تمرة لا يخالطها شيء وأن تكون رطبة، هذا الأفضل. أنكر عليك بعلم ولا بغير علم؟ خلاص بلغ العلم الحمد لله. سم أي إذا كان في البر ويميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، رجال يميز، ما هو حياته كلها بديره وطلع البر مرة واحدة، ما هو مميز. فالذي لا يميز لأنه لم يتدرب عليه بالتقويم، فإن كان يميز يعرف الفجر الأبيض الفجر الصادق من الكاذب فيمسك به، يمسك به إذا كان يعرف. أما إذا كان دويلة ما يعرف تبين تسيم عوف ولا أمي هالبارد، يمسك بالتقويم الحمد لله. نعم. سم ها السويق، هذا ينقل الدرس من الفقه والحديث إلى الزراعة، هذا يزرع كثيرا في تهامة وفي الطائف وفي الأماء وفي عسير، وهو يحمس، فإذا حمس دق وصار له مذاقا طيبا. وكان اللات الذي عبدته ثقيف رجلا صالحا يطعم الحجاج السويق، يطعمهم إياه، فعظموه، فلما مات غلوا فيه فعكفوا على قبره إلى أن بنوا عليه بناء إلى أن صوروا فيه صنم فصرف له العبادة من دون الله. تم الأسئلة الحين ستة أي. نعم محموس يحمسونه أي نعم. سم السؤال الأخير وشو؟ الوصال. أيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم واليومين ما يقطعها بفطر، وظن الصحابة أن هذا الفعل فعلا مشروعا فنهاهم عن الوصال إلا إلى نصف الليل. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، لأن الله شرع له ما لم يشرع لغيره، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يأكل، لو أكل ما صار صائم، يطعمني ربي ويسقيني يعني يغنيني عن الطعام والشراب. فلم يمتثل بعضهم فواصل بهم يوم ويومين رؤية الهلال، ولو ما رؤيت واصل بهم اليوم الثالث كالمعزر لهم، دل على أن المعلم والمفتي يعزر من لم ينتبه بالتعليم إلا بالتعزير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.